لعن ابو التعريق يا اخوان. محشور اشرح ما طلق. كل مكان يطخوا علي يا زلمه. انا مش شايف، متاخر عندي البث 20 ثانيه. طلعنا يا ولاد الحلال، اطلعوا، مش راضين يطلعوا يا اخوان. شو الكمبر اللي فيهم؟ اربعة مش راضين يطلعوا لي، ولا ثلاث مليار واحد ما بعرف كم. يي بلعوا، ايش فيه؟ انا وقت اثنين؟ اه كيف؟ ايش فيه؟ شو ماتوا من شو؟ مني؟ شو اللي صار؟ I need a scope. هذا الحكي معناته في ناس قراب. هذول كانوا على السكيل اللي نزلوا. وين راح هذا؟ مش فاهم ايش صار لي ساعة بحكي مع حالي يا زلمة، مش فاهم شيء، عمل لي شيء، مش فاهم شيء. يلا. في ناس هون. اوه هي هي فوق. اخت الكمبرة يا زلمة. طلع يعني عبط الحيط قد ما كمبر، وهي فتحت لك شغل. سيبني منهم هذول، هذول وضعهم زرابي. جاك كلاتهم هذول ولا كيف؟ جاني اثنين كل، اما الثالث لا، شالوه ناس. ويلي في ناس عند ريفايف يا عراق، دم. معيش دم انا. ولا بنزين. دخيل لا دم ولا بنزين يعني، يعني تفضل. ليش بكتبوا لك على التعليقات هكر هكر هكر؟ شو في؟ هكر شو شباب؟ احنا عارفين انه عبود هكر، بس وين؟ ايش هكر؟ اوكي سكول، جمعنا فرصة شباب، لسه بدنا تقريبا 19 كيل بدنا. ايزي ايزي علي والله ايزي. بس معيش دم. طلع طلع شنطتي. اوه لاج. فصل الديسكورد. اقول ليه؟ الو؟ فصلت؟ كل شيء فصل؟ لا بس الديسكورد. اوه ناس يمين، حلو. نو والله اعطيتها لحسن. I
الشباب شباب ايش في على التعليقات؟ ليش مسويين كل هال انا مش مركز معاكم في الجيم اكثر من واحد ما بعرف شكلك انت موقع سكواد او مضيع سكواد وخذ لك خذ كرهك زعطيط طبعا اكبر واحد فيهم عمره 2.5 سارق حساب امه اخي الله يقرفكم انتو والله اخي الان والله الماوس شقتني والله الماوس شقتني ان شاء الله رجعت تفصل اوكي اه والله بدي 17 كيل الان شو رايكم شباب نهاية الجيم خلني نهاية الجيم شرط نحسب احنا الان لانه شوي الكلاب ضعيفة حاسة اوف سكول ما فيها ناس وين الكمبرين طيب نوري الغوالي الله يسجل ياكم شباب دقيقة شوي بعشرين طلقة توقع ثلاث انت وين لقيت هاي الكلاوات اها تفعيل ويا الشركة هذا السكواد انت كيف وقعته توقعت ثلاث ولا اثنين بوقعها من الاول كيف يعني اللقطة اللي صارت انت بوقع لا مش عارف اي لقطة عادية يا زلمة لقطة مش لنا هاي مش عارف شو هي انا نسيها اصلا لانه عادي هذول الثلاث اللي دخلوا مع بعض اي ما بعرف كيف ماتوا في واحد مش مني لانه صندوقه صار عادي بس ما بيطلع بخار وفي صندوقين اثنين مني يعني مش عارف كيف الاثنين مني انا مات بعرفش في واحد مات والثاني مات معاك من سكني مش عارف كيف اوه سكوب 8 حلو يلا المرة الجاي او ان شاء الله ليش ما ناخذ الجروزة محمد الانيس تستاهل يا عبود شكرا على الصبر 3 شهور يا عمري حبيب القلبي شكرا يا عمري شكرا على الصبر يا ورد شباب معنا 10000 يا ريت لا تحرمونا من اللايك والشير اوكي شباب اتوقع نهاية الجيم راح تكون نار ما بعرف ليش بس لانه الجيم الان بيضة انا بنص زون نوري الحبايب الله يسعد حسين يا عمري شكرا على الاستارات يا وردة في لاج شباب اللي ما عملنا فولو الله يسعدكم سوونا فولو طلال يا عمري شكرا على السبور والله جماعة السبور كنتم قصرين اوه درب نفس الدرب اللي لوته في لاج انا عرفت وين اللاج ورا هون طلع هون بس اجي هون كليك فجأة مش عارف ليه انا قاعد بحضر اللقطة هاي ابو جاسم يا عمري انا والله اتوقع بسكول ما تقول بس رحت عن سكول ما اجى حدا واو فيش حدا الو بيت الخريطة يا شباب اوكي مبدئيا عندك 9 كل اوكي واحد بطخ عن السكلة اوكي واحد نط يا محترم انت وياه انتوا اللي فزعتوا على التعليقات وخليتوني اسجل التعليقات واحد نط من السكلة
واحد في واحد على السكلات نوق واحد من التيم اللي مشى عليهم عبود والثاني مدمج واللي وقعهم عبود واقفين اثنين ورا بعض. اوه بريزن وقع الاول ووقع الثاني بعد شو اسمه بعد الجيم نعمل لكم شير على المقطع. اعمل لي شير يا عبود والله زي الاطرش بالزفت يابا والله بيفصل عندي زي الاطرش بالزفت مش شايف. اوه ناس شوف هاي الكويك شباب طرشوله هذا كونه يا زلمه لو شفت التعليقات كيف كبسر ادي وين هارب مني معي كار عيب عليك عيب عليك يا اخي عيب يا اخي انت ما بتحترمني هيك استغفر الله العلي العظيم شوفي شو صار لا حول ولا قوه والله انا بدي احضر اللقطه بس متاكد دخيل الله هي هي فتحت لك شير وين الديسكورد هاي لا 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 هاي هاي هسه فتحت ان شاء الله جبته اوه حلوه هاي يبلع قلت له عيب يا اخي شو والله انا قلت لك انك حاطط فعلا انك فاشل لا يعمري مش القضيه اوه دي بس انا بطلع على التعليقات كلها هو سياره فوق بقول شو في منتبه يعني يابا شايف 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 يلا يا هكر اوه الناس اتجمعت اوكي نايس لا لا حلو حد راح ما بنط الماوس فصلت يا ماوس ند عندك صارت يا عمري قول له بالله بس بدون تحالف اه يا عمري بدون تحالف طب شو عرفوا انه عبود هذا كيف عرف انه عبود احا احا بلو بلك يا عمري يا ايش اسمه ما لقيت اسمه قلوب إلك يا عمري أنا بسامع هذا تاع الأوب شو جو لا كبر أوه يلعن أبو الكار اللي ورا عجقني كار ولا أوم ليش أنا صرت أوم وحش قلوب للجزائر علم الجزائر كله بالتعليقات يا اخوان هذا مش قوم تهايد فيه هذا مش قوم تهايد فيه ابلع نقطة واحد ايش؟ طواف ناقص فصل مبدئيا عندك فصل 18 كل 18 و6 وين لعب جبل؟ وين كانوا على الجبل؟ لحد الان مش شايفهم فضلوا على الجبل بطل يبين الان بطل الان بطل يبين سبحان الله
شباب 11000 صلوا على النبي يا اخوان. اوه دروب اوه دين فوقية. في دروب هون كمان عند السيارة. لا لا هي من قبل. اوكي غريب جماعة الجبل مو مبينين شباب والله مو مبينين غريبة. حاسس انه كثير ناس راح تيجي. اضلش حدا اخر ثلاث. اوه صح اه والله وين هذول اخر ثلاث عندك 18. التحدي انا عارف الاول انه صعب من الجيم هذا صعب ان شاء الله اللي بعده بس جيم صراحة نار. بس ايش عبود اخر ثلاث وين اخر ثلاث اسمع اخر ثلاث بدنا عملية شواء كباب. اوه هاي قدامي اتوقع اه هي اموت عادية ما بدنا. اوه ثلاث انت وياه ولا تستعجلوش 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 لا تستعجلوا بادي. كان ما ترمي نادات يا الله لو انه ولعوها لايكات يا اخوان. هلت اخ لو النقوم اخ لو النقوم يا ملك السنايبر. هلفهم وين طيب شو هاد؟ شو بتعاطى هاد؟ يا زلمة بتلذذ بضحايا قاعد وربي طافي. لا لا هيك هيك زودت علوبي جننتو هبلتهم للأتراك جي جي بتلذذ قاعد بتلذذ بالضحايا. طلع اللاعب بطل يرقص. طلع اللاعب والله العظيم بطل يرقص. انت هبلت امه للاعب انت هبلت امه للاعب. جي 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 حلو هذا جيم يعني والله جد مو قوي قوي يعني شوي حلو. لا بدنا اشي اقوى لسه التحدي ما اجى لسه ايز عليك التحدي. هذا الجيم شباب هذا 21 شباب التحدي على 3 شباب الجيم يعني جميل بس مو كثير مو زي اللي راح نشوفه الان لانه ضباب وما كان في كثير معي ناس وكذا فهذا الجيم ان شاء الله احسن ان شاء الله يا لا الضباب كمان مرة طلع والله خط الطيارة حلو يا زلمة والله انه بجنن اسفوت عادي. انت عارف شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ باللعيبة. انا باللعيبة بس شوفوا ضباب
بيطلعوا فاهم علي؟ زي الجيم الماضي. ديم شباب صلوا لنا على النبي يا غوالي. شباب فزعشكم 12000 معنا، حطوا لنا لايكات وشيرات. نشوف كم لايك والله؟ جماعة اللايكات وينكم؟ اوه حرام الله. شباب 9000 لايك والله يزعل عليكم اكثر. شايف الله. شايف الخط الطيارة حلو كيف بيكون؟ يلا بسم الله. المشكلة باللايكات عندنا عظيمة. نورين يا حبايب. ذكرتني ذكرتني بأمجد يا عبود وحش. كذا والله في عندنا مشكلة باللايكات، لو اللايكات تشد عندنا شوي. 9000 كويسين كويسين الحمد لله. يلا ليتس جو شباب نشوف شو وضع هذا الجيم. يلا بسم الله. ننزل الحاويات. اوكي حاويات افضل اشي يعني هو احمى اشي. اوه ديم هاي ديم جايز. حاسس اخر تيمين تمثيل هم عبارة عن اصدقاء ستريم سنايب. في منهم هم اخر اخر كم سكوات شباب بجيبهم ستريم سنايب يفوتوا علي من اللايف. مش من اللايف سوري اصحابي يعني كذا. بالضبط يا ابو خالد مرزوق يعني صراحة هيك يعني مشكلة انك الله الله يا اخوان يعني الله لا يسامحه الله لا يسامحه اللي كان في السبب بس امانة يعني ما انا بالنسبة لنفسيتي ما اثر عليها بالمرة ولكن يعني ان الناس تصير تحكي اشي طبيعي انه الناس تصير تحكي علي مثلا تمثيل كذا بعد الحكي اللي سمعتوه. احنا ما بدنا نرجع نفتح صفحات قديمة حسبي الله ونعم الوكيل يعني ايش صار يعني ما بنقدر نغيره احنا. معلش في اخونا حكى كلمه قبل شوي بس انا بقول نحكي نسكر الموضوع احسن. صابوني سكر اعطيني كلك انا صابوني يا رب تحول لشامبو يا صابونه يا رب صابوني متى ناوي تصير صاحبي يا صابونه. ابو محمد يجي البيت طبعا هذا ببعث من حساب ابوه بقول عبود ابعث لي سياره ابوي وامي ميتين. يا عمر تيك توك مين هذا تيك توك زل 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 اقلب لك زلزال حبي انا اسف والله حقك علي. هو اثنين تيك توك زلزال ولا شو؟ ايش في؟ اثنين تيك توك زلزال والله بايب. شكرا شكرا على المساعده الله يسعد لي اياك. شكرا شكرا لكم يا تيك توك زلزال والله يعني اقلب لكم والله احسن من غيركم. والله طلع ناس خوجات واللي يطبخ علي ولا مين في احد كانه في سموك. انا حلو هاي قال برمي سموك وبنسي انه ابيلي اويلي حبيبي والله. يلا نوك نوك تنوك عشان بش حلو هاي اول نوك. ها انت وين لقيت هاي الكلوات؟ هاي اكيد ايه ولا واحد لهالدرجة. نداتي بيض نداتك ام الشلن يا عمري يعني لو انك رامي سموكي احسن لك. والله ديم حرام والله ما انتبهت له ما ركز فيه صح. ديم حرام كيف هذول اثنين بوتات هيك لا 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 هذول بوتات هذا فايت مش فايت عبود لا 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 هذول بوتات اللي ضدي
ده استنى تفوتش جيم، بدي افوت معك واعمل عليك سبكتيت من الجيم يا عادي. يلا صرنا فيه. اذا خط الطيارة بيض، اذا خط الطيارة بيض بنطلع. بس بس جاوبني، هذول ضدي نوبات طبعا معركين يوقعوك. اوكي يا اخي بس يوقعوك. يلا اوكي خط الطيارة بيض، تعال فوت معك. يلا انا بنط بالمي وبقتل حالي. يلا تعال ادخل معك جيم. لا لا تعال نطول بعد. تحدي تحدي سولو سكواد. يلا بسم الله شباب، اول جيم زبط معنا. انتو شفتوا اول البث لعبنا جيم واحد تحماي بلعنا فيه، نزلت كمان جيم جبت 21 كل، الان بلعت جيم والان ايش راح اجيب 30 كل. كيف الثقه بالنفس؟ اوه مطار مطار حلو. لا لا مش هكر، كل واحد بقتلنا هكر يا معه حبيبي والله. وين يا جماعه في ستريم سنايب استلمونا خمسه بلدي مع ال شو اسمه مع الغير مصنف عشان بسرعه بنزل. نوري الحبايب بيسد مساكم جميعا. يلا هذا الجيم حكيناكم جيم تحماي و كفو كفو عليهم. بالله عليكم شباب عندي تحدي والله، لا تعطوني كلات ولا حبيبي والله يعني. وين انط في المي؟ بالمي بالمي. شيل فلو يا معود، شيل الفلو. ولك صابونه ولك صابونه، تحول لشامبو، تحول لشامبو يا بشيل خلاص. ولك بكفي ستريم سناب يا بيض. نط 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 يا معود، نط 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 نط. اوه معي دو، اوه كثيرنا، اوه ديم كم واحد والله كثار. ويلا شكله جيم حلو. تقدر يا كبير. اوه طلعت زينة من الحمام. طلعت صوت يلي مش انت ابو الاسكار، مش معطيني صوت، مش مركز ابو الاسكار. ولك صوت ولك مشان انا نسمع اللي حوالينا. خلص مش حدا. ايوه انطف معك معصب يا زلمه والله، مو مش عليك والله. بقول يلا مش حاكي، ما انا بعرف انك مش حاكي، مش لهالدرجة يا زلمة. في ناس مستفزة بطريقة مش طبيعية. واحد اسمه بيشو بقول امجد مش طالع فيس كام مشان يشرب سجاير براحته. سمي شام الله يا زلمة. دخيل الله الناس كيف تستفز بط... مستفزين يا زلمة. واو حبيبنا اسف، تحياتنا لك اكبر منه. شو تحالف يعني؟ لا هو هيك يعني، هو هيك وهيك فاهمله. اسمه ولك تعالوا بس. يومك يا بنت ليش عايش؟ يا الله صفت شني بكسات. دخيل الله شو بتسوي؟ Your teammates can still recall you. أيوة.
يابا سمعني؟ صار لي ساعة بحكي ولك قلت لك ايش عشان اعمل لك ريفايف. طب احكي صار لي ساعة بحكي معك مسكر المايك مشان الله. طب مين عندك؟ مين اذا مين عندك دخيل الله ضلك ساعة مسكر المايك؟ ما عندي حدا. اجت امك حكت معي. اي ابلع. عندك مشكلة؟ لا فكرت. يا الله يابا يا حبيبي خلص كل يوم بدي العبك معي. بس مشان تعرف والله عجاني احساس انك مقتول. كم كل كان عندك؟ سبعة حرام يروحوا لي. لا بالسبعة بنزح. أربعة هي خمسة. خلص عنك طيب. خذ المكلارن. اوه طلع زينة. مين بعت لك اللامبورجيني يابا؟ انت. الله يطول عمرك يابا ركبت لي لامبورجيني. ومين جاب لك الداسيا؟ انت برضو كمان. حبيبي. واللامبورجيني. الجب. الجب من دبي. انا زي الشحات. منك ومن دبي. دبي ببعث لي الجبات وانت تبعث لي شو اسمه. انا بعثت لك تنتين دبي بعت لك واحدة بس عشان تعرف. الثانية يابا فرقني اياها. شفتها يا سلام. بس مش حلوة دبي. زي تعيتي. تعيتي احلى. دبي احلى حبيبي انا. لا دبي احلى. لا انا لا يا الله اخي امت معكرك. لا يا زحشك. هيني حبيبي يا عم. وناس بشرفك هيني بسرعة يابا مشان الله يابا رجيني للحياة. طفي شيرك. ثانكس. ناس عندي. وين؟ في بيت. صابونة يا رب تتحول لشامبو يا صابونة. صابونة وين ايوه عمني يا رب تتحول لشامبو يا صابونة. صابونة منك لله يا صابونة. منك لله يا صابونة. منك لله. منك لله يا صابونة. صابونة تعالي عبو. لا بكسر. وردة والله صابونة. يقول يا الله كيف تركني اعمل ريفايف. يي ان شاء الله كان شايفك. كان شايفني والله. تركك والله كم. زين يا شيخ. شيخ يلا ويلي ماله معصب. معك اسلحة؟ هذا يلا بسم الله. هذا لوت البتات يعني. لا والله اخذ الام 16. سيارة. اوه. والايماتهم تشوي شوي. يومك اسود يا فاطمة. اربعة دول. تعدي انهم ستريم سنايب. ستريم يا لهوتي. القى مدندة. تفضل. العن يا بهرب. يا الله من وين تعال شيني. انتبه. يمينك خلص. انا توقعت يعني. يا الله يا الله مستفز يا الله. تعرف من وين اجاني؟ من الشمال. لقيته مكمر ورا السيارة الشمال. شايفه؟ لا.
مش جيمك هذا. انت اسمع، اعطيتنا جيم نار. يلا يلا اسمع كمان جيم، خلي اسمع بدي اكمل لها سولو. تمام نفوت مصنع، ادخل معك، ادخل معك وانط في البحر يا زلمة. لا لا ما هو ممنوع، والله ممنوع. هاي بدي افتح لك يا عمري، بدي انط في البحر. لا تفتح لي شير ملقلق ملقلق. ما هو اصلا اللعبة ما بتبين، ما بتبين في الجيم. زي ما بدك يا بي. يلا انا زي الاطرش بالزفه هسه. ليش ما بالجيم زي الاطرش وتزف الواحد يكون ملقلق ملقلق الشيء بعد ملقلق. خلص طب اسمع، طب عندي 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 فكره، عندي فكره. تعال تعال اقعد عندي، هاي في كرسي تعال. لا والله اقعد على الكرسي. يلا يلا بالله عليك ركز يا اخوان. والله والله العظيم مش انه حدد او كذا، انا صحيت من الساعه 9 الصبح شو بسوي؟ ولا اشي ولا وراي اشي، يعني شو بدي احكي لكم؟ حرام والله حرام. لا كان في مدرسه ولا كان في اشي، صحيت الساعه 9 الصبح شو ما بعرف، نزل علي مش عارف شو صار معي انا يعني. ليش ما ندري شباب، جمعت اللايكات ورب الكعبه في مشكله باللايكات عندنا، ومش متسحب كمان. يا سلام وضع لوز والله. طيب تمام حلو تمام خلص فكرت في الموضوع. انا شباب انتظروا الافضل تمام. يلا بسم الله. والله يا اخوان عن جد والله انا يعني والله تعبان والله العظيم، بس يعني انتوا ايش ذنبكم طبعا؟ بس لا لا مش حجة المفلس والله، يعني لا متسحر ولا وصحيت من الساعة 9 الصبح، يعني راح الظروف. مين قال لك ما تتسحر؟ ايش؟ يعني تسحرت بس زمان، تسحرت على 12. قبل السحور يا اه بحكي لك يعني تسحرت على 12 يعني. يعني شايف الديك ارنب والله العظيم. ادرس مش تعبان والله. نزل الذبيحة يا وي، نزل الذبيحة. يا با بحب امك. شباب كم معنا لايك على اللايك؟ 11 12 13 14. كف والله كم صرنا ساعة والله، يعني حسيت بالوقت بس مش كثير. حسيت بالوقت بس مش كثير. تعرف انه والله نحفت كثير في رمضان انا؟ حتى على السحور السحور حتى على الافطار يعني، بس افطر يعني باكلش كويس. الدته تاعتك اختفت. صفيت بلا دته. I need a weapon. عفوا يا حبيبي. يلا نمي بقول لك بنقول شايف الديك حمار. لا احنا عندنا في الاردن بنقول شايف الديك ارنب. شايف الديك حمار؟ وات كيف زبطت؟ شايف الديك حمار اوكي ممكن والله يمكن هيك عندهم. الزعيم العتيبي بقول لك عبود العب مصنف، هذا الحساب المصنف فيه مش كله ولا بدي وضعي، مش حساب عبود كله بتات يعني. كله بتات فبدي ارفع والله. اسعد الجنابي بقول لك يا عبود لا تضل تتحجج، مره ما تتسحر ومره قاعد الجنابي يا انت الوجه هاي الكلاوه. احنا بنحبك يا اسعد لكن مسؤول بالفيسبوك اسمه احمد الجنابي. صراحه انا وعبود ما بنحبه لانه على مدار 3-4 سنوات ظلمنا انا وعبود ظلم الله اعلم، بس هو ما بيمثل الا نفسه يا اسعد الجنابي. انت طالع فوق اسمك ابرز المتابعين وشكلك بتحط لايكات كثير فالقلوب الك يا زلمه. الماوس رجع تفصل شقت اذا ما هي بتفصل كل ثاني، بس انا ما بحكيش، بس لما بزودها بطلع عن توري. وحش
وين هذا مكمبه؟ لا سرق كلي. لا يا زيرو كل انت لسه. شو الوضع ترى؟ والله العظيم حرام. هو إذا لعو يزم يابا سميني؟ قلت لك يا ابن الكلب خليني أدخل معاك. يزم هاي بينجي بينجي مية ويزم بينجي مية على الديسكورد. بس أفتح شيري بعلق. طفر. صار شو ماذا؟ يعني أنا زي ما أطرش بالزف. يابا. أوه ليش شفت فلير قلبي وقف. يا اخوان عبود معاه واحد كله يا رب. اذا هذا شقهم بالسنايبر ولا شو هذا الاردني بعدين كلهم بوتات تقريبا شلت 70 بوت جنابي الله يسعدك يا رب. اوكي طارق امجد اقرا تعليقي تحياتي لك ولعبود اخوك من سوريا اويلي على سوريا واهل سوريا. اوف يابا انا عندي فايت يعني انت بتحكي بالاكل وانا بحكي عن الاكل وانا بحكي بالاكل الك عندي مين كان يطفى نفس ساعة يا خراب السود انا راح اموت راح اموت انا راح اموت وين وينهم 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 يا عراق ايوه شفته اخي ما ابلع يا ابوي شو اسوي اعمل لي شيء بحياتك يلا ايش اسمع هاي سكرين كبيره تمام شوف شوف شو لو تموت علي كبيرة يا با في رمضان عبود والله بيلقلق الشير يا ابن الكلب ليش ما دخلتني معاك وتفرج عليك من اللعبة يا زلمة وين بيلقلق يا زلمة ايوه تمام ايوه شايف اي واضح زي وجهي واضح وجهي مش واضح وجهك مش واضح اصلا وجهك قرب يخلص اسمع 3D قرب يخلص والله شو قرب يخلص وجهك في رمضان في رمضان في رمضان نيجي لك بالصيام شباب بدنا اوم بدي اعطيكم جيم اوم لازمني اوم انا هذا الجيم بديش كله والله جيم اوم ارحب وترحيب المطر غسان شكرا على 100 ستار انا مش فاهم بدي ارجع لورا طلع لعب اوكي ديم بعد ما صرنا 15 يا با بوتشيري مشان الله هيني عشيرك عراق كلها عندي ما مش واضح مش طالع عندي صوت انا فاتح سكرين كبيره بدي فرصه اوكي يا نهار اسود اخيرا في الوقت المناسب علوبي خلاص جي جي ليش انت مش شايف ما انا مش قاعد بدون صوت يعني زي الاطرش بالزفة والله عبود انت لسه قاتلني في المطار اتق الله يا رجل كيف شو قتلك يا زلمه فيها عطوة عشائرية باللعبة يا زلمة كله خير كله خير يا زلمة اوه شو اسمه بالحويات الزوم يقولوا لك افتح نور الكيبورد ايش يقولوا لك افتح ضوء الكيبورد
مفتوح له ضو بس ضو بس اكبس على الكبسة. جماعة اللايكات بالنفس عيال وان مش راضي يفتح. عبود انت من ليبيا؟ إلنا شرف نكون من ليبيا يا عمي. مش راضي يا عمي. انت عربي وتميزش اللهجة الليبية فهي كارثة يا بني. انا الليبي ايش فيك يا عمي؟ ها؟ مافيا الليبي ها؟ اكثر واحد بعرف يقلدهم هيرو لانه كل اصحابه من ليبيا. هو لازم يحطوا ليبي مش عراقي. يا الله شوف اما اسطير اللعبة يا اخي شو بي اسطير اللعبة للليبي والله انت معاهم على فترة اسمع لا لا انت معاهم على فترة انت صرت تحكي ليبي رسمي. بدل ما شو بينادوا علي يا عبود هيك بيمدوا فيها يعني يا عبود على خاصة يا عبود تعال خذ روح والله كيف عليه كلنا مصطلحات على اخوك كلنا مصطلحات امجد انت يا اخي غير هذه ما احكي انا هي حاط علم العراق بفضل حساب فيديو اسطوري والله اخوه الوب بس ايش يعني يابا اطلب لك لجوه والله علاوي نايم قاعد ما حرقاش المفاجأة طبعا ما فيش حد هون لحالي عبود عندك 7 كل الوضع مهزلة ما بعرف ايش 7 كل هذول يعني توا ما يعملوش حاجة كثير علم ليبي عبود انت من كردستان لا هيك كثير لا يا الله عبود انت مش من الاردن ليش مش حاط علم العراق يا عمري انا بالعراق علم العراق فخر علم العراق فوق فوق طيب قاعد على قوي يا الله هذا جيم جيم هيك ما بعرف قولوا لك اطلع سكول في ناس هناك بلا تكون والله اشوف بالله خط الطياره والله يمكن معقول اذا نطيت بموت طبعا بموت لعب خلي يكتق علي ريد زون من فوق وانا طاير وانت طاير اوف 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 ضليتني طالع السياره يا زلمة والله قرفنا بدنا هوم يا اخوان يا بانا ما والله ما بتشجع بس اشوفهم لا والله والله بدها هوم جد ليش الاردنية بيحبوا العراق؟ والله هذا سؤال ازلي والله العراقيين لهم تحية خاصة ليش؟ يعني مش خليني يعني كل الشعوب على راسنا طبعا يعني ما بنفرق بين شعب وشعب بس العراقي شيء ثاني والله انا بالنسبه لي العراقي شيء ثاني والله لا مجامله ولا عشان ان هم الثانيين بالصفحه ولا او حتى الاول والله يمكن صاروا تنافسوا هم ومصر مصر الاول هم الثاني والليبيين كمان هذا يعني معزه خاصه بنحبه والله
طب ليش ليش انا فلسطيني ليش تمشي فلسطينيين؟ فلسطينيين منا فينا لكن بنسدينا كرد الدبلوماسي. لا انا ديمقراطي انا. لا مش ديمقراطي دبلوماسي هالليس. تنفع تكون سياسي يا كندرة. لا بس ما شايفين اللي بيكذب شو بصير فيه يا اخوان؟ هذا بيكذب هيك بصير فيه، هذا اللي بقعد يكذب هيك يا حرام والله حرام يا شيخ يلا عن ابوك. تفضل اخر طلع وين مكبرين كل الجيم يعني يعني تفضل ها نطلع من الجيم احسن لنا والله. يلا تعال انا وياك جيم لحالنا انسى التحدي، التحدي اليوم ما راح يجي. اه والله شكله الجيم. اسمع خليني افوت. اه صح حساب يلا حساب دبي بفوت. يلا نورين يا حبايب شباب خلينا نفوت بحساب دبي لانه هذا الحساب شوي تقييمه بيض. بكره برفعه بنفوت فيه لانه حلو حلو الحساب فيه وخوذة بحبها وكذا. انت عشان الايكي حبيت الحساب بس؟ لا في ايكي عند دبي زي. اوف الو اه سامعني؟ اه ليش لا مدة الطلب؟ طفي بشيرك ابشر. يلا جيم انا وياك من الزمن الماضي يلا يلا عشان اليوم السلام. خلاص يا بيان تحدي 40 كل انا وامجد شو رايك؟ اوه صعبه والله بنجيبها والله في احتمال. اه طيب خلي 40 كل انا وياك و20 و30 كل انت لحالك يلا برضه هو اكيد يعني راح اجيب 30 كل لحالي. طب بعت لي طلب ثواني يزب والله بزبط بيبسيتيزم. يلا تعال يلا بس نحط الايكام شباب. الايكام هذا غريب ما عندوش دبي الايكام هذا. الو لك ايه ابن عمي. يلا جاهز ابن خالتي. يلا يا ابن خالتي يلا روم مستودع انت وامجد يخسى العب معه. انا ينزل مستواي الاحترام اني العب مع عبود مستودع. انا بدي انا بدي محترفين عالم عالم اخر لانه مستواي تجاوز المراحل هاي تبعت عبود. ابو الهياط يا شيخ. تبيع الحساب قول لي ما تعبد ببيع الحساب. بندر العتيبي يا عمري تلعب بعد الافطار؟ لا بعد الافطار لا يا اخوان بعد الافطار صعب شوي. I need a weapon. يرحبوا تراحيب المطر. امجد ليش انت مو يا عمري ما سامهم انا شو ايش اعمل يعني من الله خافش الله يساوي فيك زيي يا سامو. احمد الكاشو شو الصورة هاي الحاطة يا احمد الكاشو واحد اللي متشلحة الدنيا رمضان يا زلمة. والله الدنيا رمضان يا اخي. امجد متى عيد ميلاد عبود؟ 30/10. ثواني انا عرفتك تجيب له هدية ولا لا؟ ارحبوا تراحيب المطر يسعد قلبكم شباب والله بدنا فزعتكم فزع يا غوالي الله يسعد اياكم. تعبنا قد ما حكينا عن اللايكات يا هو. انت حاط العنوان تحدي 30 كل سنايبر سنايبر قال سولو ضد سكواد كينج اوف سنايبر. انا كينج اوف سنايبر بالنسبة لي. مش انت قلت لي حط العنوان حط العنوان انا بالنسبة لي عبود كينج سنايبر ولا الجمهور. والله الجمهور هو اللي قرر مش انا بس انا يعني اقول يقول لا احيانا قاعد نايم علاوي تم اقصاء عبود عن عرش السنايبر بروح على التيك توك شاهد فلان يقصي ما يابا افهمك شغله احكي لك شغله بروح على الفيسبوك اسمع اسمع
تم إزالة عبود عن عرش اسمع السنايبر. خليني أحكي لك شغلة يابا يابا يستفزونك ليخرجوا أفضل ما فيك تمام؟ أكرم ما فيك مش أفضل بس شو العناوين الرمانية اسمع اسمع فأنت عارف أنه أنا عندي 6 مليون على الفيسبوك صحيح؟ فهم بيستغلوا اسمي بيستغلوا اسمي عشان يجيبوا مشاهدات وانت بتستغلني مشان تموتني بسرعة لا أنا ما بستغلك سعدينا يلقى مسدس يا زلمة أنا معيش سلاح يا زلمة فيش سلاح يا زلمة فيش سلاح يا ببجي فيش سلاح ولا عليكم إذا بحياتي عين ما شفت زيه بتاع فيش سلاح يا ب في يومين والباقي كله عذاب إذا شفت فيش سلاح عذاب كتاب حزين كله مآسي أنا لعبت جيم وبعدها ما ركزت والله يا أنت قبل الإفطار عيارك روم أس قال قبل الإفطار جيم واحد بيطلع معك حلو والباقي عبيبي والله لا كينج أوف سنايبر ولا كينج أوف ماي سكوتا يا زلمة مالك يا زلمة إذا لا تخليني عبود ترى أنا بدور على حجة مشان أشرب مي أيوة لا تنشف حقي مشان الله نعم كينج فيش انت بتاع شو تفسيرها بالله طلع لعبي يا اخوان فيش سلاح والله ما في سلاح والله انا والله انا انتهيت انا انتهيت والله انتهيت صرنا 25 دقيقة بنبلع طب سؤال انا ليش ما بتعب من اللعبة زيك مع انه انا اختيار انت 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 تعرف مين حنا تسود وسط المعركة ليش مش حاط صورة امجد يا عمري ما هو قرفونا قد ما قالوا عبود هكر عبود هكر حطينا لهم صورة على الاجهزة بتاعتهم بلكي حلوا عن I need a weapon فكت امجد معليش يا اخوان ويلي هذا اخر جيم خلاص يا اخوان بتعرف شو المشكلة يعني هذا اللي طنار ينزل على التيك توك عبود هكر وعبود هكر بقعد على اللايف بختار منه لقطة من ضمن ساعتين لقطة هيك حلوة وباقي اللقطات عبود بيشبع كتل بيشبع كتل هاتي نزل له لقطة وهو يشبع كتل ويلي مين هذا اللي بدق دق دق هلكنا هلكنا هلك يا زلمة يلا شباب شراكم حبايب الله يسعد لي اياكم بعرف لعبي بيض بس انتم بتحمسون يا بابا بحس الكلام بيطلع من بطني والله التعب يا عمي خلص تحكيش انا بحكي يا اخي جد هذول بيحكوا من بطنهم بيكونوا بكلوش يعني ولا شو بيسووا عشان يحسوا العاد من شو بيحكي حبال صوتيه اخرى ولا ايش لا يا الله توقعنيش بالغلط واحد ببجي يعني الحاويات هاي كلها ما عليها سلاح يعني مش عارف يعني هذا انا جوعان والله شايفك سندويشي تعال تعال افطر عليك سلاح بدي سلاح لا تركيلي الدبي بحياة اختك تعال خذ ايش في طلق يعني هاي في شوت جن خذه خذه هاي طلق خذ خذ هاي رميت له في شوت جن معها بالصندوق يا حرام والله اللعبة علقت والله العظيم حرام اموتك موتي انا لازم خلاص والله حرام مش لعبي والله مش لعبي انسى انا اللعبة لقت بس مش لعبي
مش لعبة يا عراق. ان شاء الله لبستي تحرقها تنحرق فيها بكاز وسخ يا رب. اخذ لبس محاط فيكتور الاخ. شباب اقلب لكم جميعا احنا اسفين ساعة ونص طلعنا معليش والله تعب يعني تعبني تعب الله يعلم فيه بس مش مشكلة ان شاء الله بنطلع لكم اشياء اسطورية لقدام. اقلب لكم جميعا شكرا حطوا لنا لايك شير فولو شكرا لكم جميعا. ما قصرتوا شكرا شكرا لكم كلكم جميعا يعطيكم العافية. افطارا هنيئا افطارا هنيئا واسطوريا. سلام عليكم.